أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. اللهم يسر العسير فإن تيسير العسير عليك يسير. قال المؤلف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب ما يقول إذا أصبح. حدثنا معلى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ودرس ديني قاها أنا كبرني علمي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قرهان كتاب كيها الأدب المفرد وأنا درسي بقول شن يطونات درسي عاضة وحو إصلاق صاحب سنان دونا دعوين إيو أذكار صاحب سنان دي ده مركة درسيقة وحو إسكن نقن دونا إنت بضن لقبو سيدا صاحب مركة كورا لنقن دونتان وابو سينينا إن شاء الله. قال المؤلف مؤلف كوحو يري: حدثنا معلى. معلى وحان معلى أيا نور رمي ثقة ثبت. قال معلى وحويري: حدثنا وهيب. وهيب بن خالد با نور رمي ثقة ثبت. قال وهيب وحويري: حدثنا سهيل بن أبي صالح با نور رمي صدوق عن أبيه من ثقات التابعين عن أبي هريرة. قال أبو هريرة وحويري: كان النبي صلى الله عليه وسلم نبيك وحوها إذا أصبح نبيك مركو وبريستو قال إنو رها يا أيوها نبيك: اللهم يا الله الله يو بك بحفظك أذيك حفظك أغان أصبحنا كوا بريساني وبك وبقدرتك أبود دادان أمسينا كقل بيساني وبك وبإرادتك أذيك دونستادان نحيا أن كنا لاني وبك وبإرادتك أذيك دونستادان نموت كل منينا وإليك أذيك انتكاها أن مشور أي البعث بعثك أو أهاذي سداس أي نبي قد هجري مركو وابريستو. وإذا أمسى نبي مركو قلبيستان قال نبي وحودهاي: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وإليك المصير أديك انتكاء أيوء هذي لا وشرة ماشي الله صلى الله بناي وأديك حقا قو. حديثك محمد رهذاي وحسن. قال المؤلف مؤلف كوحيري: حدثنا محمد بن سلام بانور رمي ثقة ثبت. قال محمد بن سلام وحيري: حدثنا وكيع بانور رمي وكيع بن الجراح ثقة حافظ عابد عن عبادة بن مسلم الفزاري أيون وغور رمي ثقة. قال عبادة وحيري: حدثني جبير بن أبي سليمان ابن جبير بن مطعم بانور يائي ورمي ثقة جليل. قال جبير وحيري: سمعت ابن عمر أيان مغلي يقول حال أصيب أورهاي: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مأهن يدع هؤلاء الكلمات كلمات كان كي كتقا يمأهن إذا أصبح مركو وبريستو وإذا أمسى مركو قلبيستو. كلماتكم مركم حيهن: اللهم يا الله الله يو إني أنيك أسألك وحنك سؤالنا يا العافية بلا يعافن أيانك سؤالنا يا بلا يعافن بلا يذا إنا ديغا عافي الصد إيغا وريجسو في الدنيا الدنيا ذا لحذي أنك سؤالنا يا بلا يعافن إيا والآخرة آخرة ذا قده إذا أنك سؤالنا يا بلا يعافن تو الدنيا آقربة إن البلاية إيقا عافصة وإيقا بتبادسوا. اللهم يا الله الله يو إني أنيقا أسألك وحنك سؤالنا يا العفو عفس إيا والعافية
بلايا عافن في ديني دينك دحدي اي ودنياي الدنيا دحدي اي واهلي اي ومالي ايام كو سؤالنا يا ها اللهم يا الله الله يو استر عوراتي عوراتك استر وامن روعاتي عبسيغينا ايغا امن جليو وحيالها ان كعب صناينا ايغا امن جلي اللهم احفظني الله احفظي من بين يدي هرتي اذا ايغا حفظي ومن خلفي قداشي اذا ايغا حفظي وعن يميني مدكتي اذا ايغا حفظي وعن شمالي بدحدي اذا ايغا حفظي ومن فوقي حقي قصرنا ايغا حفظي واعوذ بعظمتك اذيغا عظمت هذا قبدي ان مغنقلايا من ان اغتال ان ليلقويو من تحت حقيقة هوسي ان دولك ليلقويو تاسان مركا عظمت هذا ان كمغنقلايا وخصف اللي وصم يا دولك ليلقويو وصحيح حديثك اصيغاني قال المؤلف وحويري حدثنا اسحاق بن ابراهيم إسحاق بن إبراهيم ثقة وإسحاق بن الرهبه بمعروف فيها قال وحي لإسحاق حدثنا بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس ومدلس نكان عن مسلم بن زياد حق ينغور مي مقبول مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي لمسلم سمعت أنس بن مالك بن مقلي قال أنس وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري من قال قفكي يراهدو حين يصبح مركو وابريسنايو اللهم يا الله الله يو إنا أنك أصبحنا وابريسني نشهدك وحن مرقاتي ها نشهدك وحن مرقاتي قلنينا وأذيكم كمر قاتي جلينا ونشهد حملة عرشك عرشك قوة حمبارسن وملائكة أيام مرقاتي جلينا حملة العرشك وأفر ويا ليري مانتي مالنت قيامنا السديد بين قندونا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ومشوا إلى هذا حملة عرشك نوان مرقاتي جلينا وملائكتك ملائكة هذا نوان مرقاتي جلينا حمل هذا مركا وقيب ملائكة كمدة تنوى قدهان ملائكة ودن وجميع خلقك خلقك دمان تيان مرقاتي قلنين تنوى مركا وتعميم بعد تخصيص خلقك او إذل وحان مرقاتي او قدقين أذيقنا أن مرقاتك قدقين إنك أذيق أنت أذيق الله إناتها لا إله إله كلنا أسنجر إلا أنت أذيق ما هنه وحدك كلنا حال آتها لا شريك لك شريكنا أذيك ومصغنان وأن محمد أن عبدك أدونك أغواي تاسا مرك خلقك أغوان أن مرقاتي أغدقي ناو عبدك ورسولك كلك قفك سيدا سيدا هذا مركو وابريستو ما من أحد قال ذلك ساسو كلم عنه أحد سيدا دها يوم مجر إلا أعتق الله ربوعه في ذلك اليوم ها من قال حين يصبح اللهم إنا أصبحنا قفك سدى سيراده إلا أعتق الله إلهي وحرينا يا ربوعه أفرميل مركي لورد إغا هلكي سميل في ذلك اليوم أي إلهي حرينا يا ربع بو إلهي النار كحرينا يا أصيغا ومن قالها قفك يراده دعوذان مرتين يراده أعتق الله نصفه من النار من كالبركي إلهي النار كحرينا قفك لو مركو عليو ومن قالها قفكي يراهدو أربع مرات يراهدو دعوذان أفر مر أعتقه الله إلهي وحرينا يا أصغر نمبا من النار بوك حرينا يا في ذلك اليوم بونا حرينا يا قل كحديث كإنكستو بقية بن الوليد وكجر ومدلسة هذا نقو عن عنيي لكن طرق بضنب حديث ككيمت مركا وحونا غنا يا مركا حسن بونا غنا يا بمجموع ضروقه وسيدا صحاف الكيري باب ما يقول إذا أمسى هذا كان باب ما يقول شخص وحا أولها يا باب كيري واي إذا أمسى مركو قلبيستو صبحي وكبحنا قلبتي هدانه قال المؤلف وحويري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله حدثنا سعيد بن الربيع بما ورمي ثقة من أقدم شيوخ البخاري وفاتنا
إمام البخاري مشايخ دي سرق أبو غير ذا هريب وكم يبيعي سعيد بن الربيع ثقة قال أوحي لسعيد بن الربيع حدثنا شعبة أيام ورمي شعبة بن الحجاج وياني عن يعلى ابن عضاء أيون النوغ ورمي ثقة قال أوحي يعلى سمعت عمر بن عاصم أيام مغلي ثقة قال عمر أوحي سمعت أبا هريرة أيام مغلي يقول حال الصغر نهاي قال أبو بكر أبو بكر باوحي يا رسول الله علمني إبر شيئا إبر شيغو أقول أنيغه شيغا أنهاي إذا أصبحت مركا وابريسو وأمسيت أن قلبست مركا وابريسو أن قلبست وحن كد عيست إبر رسول الله قال مركا ساوحي يري رسولك عليه الصلاة والسلام قل وحاد هذا أبا بكر اللهم عالم الغيب والشهادة اللهم يا الله الله يوم عالم الغيب ويا عالم الغيب غيبك الله أغو والشهادة هي وحم موغضه الله أغو فاضل السماوات والأرض أرلغ إيا سماواتك الله أبو ريو رب كل شيء شيء كل جيس رب جيس يو ومليكه مليك كل شيء شيء كل جيس كي إسكالها يو أشهد وحن قرى يا الله إله إلهك لئن سنجرين إلا أنت أذيغ ما هنك كل وتوحيد أعوذ بك أذيغ قبدا ذا مجنقرى يا من شر نفسي بان كام مجنقرى يا ومن شر الشيطان نواكام مجنقرى يا وشركه الشيطان شركه سنة وكام مجنقرى يا مركوا وحا الشيطان كذتك وقو ييراي وقو سواسيناي أو أه إن إلهي للو ذاكي سبحانه وتعالى تاني مركا وان كان مجين قلايا قله قول كان تهبو يري إذا أصبحت مركا دواب بريست وإذا أمسيت مركا دقلوي ستدن ها تهوى وإذا أخذت ملجعك جيف مكانو جيف كاقا مركا دقادتنا تهوى سد حدا مربا دعودا كد عيسى مركا حديثك هو صحيح سد حافظك يا إمام النووي أي رهدين قال المؤلف مؤلف كوحير حدثنا مسدد أيانا والرمي قال مسدد حير حدثنا هشيم أيانا والرمي ابن بشير عن يعلى أيونوغا والرمي ثقة عن عمرو بن نوغا والرمي ثقة عن أبي هريرة ربا هشيم وهشيم باوحو وريي مثله مثل حديث شعبة طوى كي هرى مؤتاي سنة كي هرى إيه شعبة وحوكا قادة يعلى ما يشاء أن مركا يعلى وحاكق على هشيم هشيم الشعب مركا ولبضى ضبو حي أرضي ويهن يعلى مركا لبضى أرضي وإسلوريين وحا مركا هشيم وكوري يعلى أيو شعب نكوري يعلى ساسوا مركا هشيم با شعب متابعين وقال وحونا يري هشيم رب كل شيء ومليكه شيء كل جيس ربي جيس يو إيه ومليكه ومليك كل شيء وقال وحونا يري هشيم شر الشيطان إيه وشاركه بوير ومن شر الشيطان والشرك ما شهد لك عبري ها شينك الله أصدقاء رأذن الله رأيبه هشيم أصدقاء وحو يري ومن شر الشيطان وشاركه مركز معنوه وحونا غنى الشيطان حرقه سوى حرقها ودتك قد بره واكو ساسنا مركو والله الله بدياء وشينكو الله كرده وشاركه رأذن الله كرده وحبائل الشيطان شيطان حرقه سوى يا مركز لابد معنا ومركز اسم الديدة يا. قال المؤلف مؤلف كوحيري حدثنا خضاب بن عثمان بانو ورمي ثقة قال وحيري حدثنا إسماعيل إسماعيل بن عياش صدوق واكو عن محمد بن زياد حقي ونوغا ورمي من ثقات التابعين عن أبي راشد الحبراني ثقة أتيت عبد الله بن عمرو أيان أتقي فقلت له لعبد الله وحان قرهي حدثنا نوشك بما وحي أو سمعت آدم قشي من رسول الله آدم قشي صلى الله عليه وسلم فألقى ورذي عبد الله إلي أنيق صحيفة ورقد بإسور رذي عبد الله يمرك أحاديث وقري جري أصيغة حلق النبي عليه الصلاة والسلام فقال عبد الله وحويري هذا كان ما واي كتب لي وإيقري النبي صلى الله عليه وسلم معنى نبي وإيقري بمعنى أمر كيسان كو قري واي
ee asiga nabiga calayhi salaatu wasalaam kaatib ma uusan ahayn. Fanadartu fiihaa, saxiifada dhexdii baan fiiriyey oo uu ii soo bandhigay cabdullaahi ibnu camar, fa idaa fiihaa saxiifada waxaaba ku suganba ina abaa bakrin asidiiq radia allahu tacaala canhu sa'ala, wuu su'aalay annabiya, ayuu su'aalay sala allahu calayhi wasalama, qaala abuu bakar wuxuu yidhi yaa rasuula allah, callimnii ibar, maa ibar aquulu aniga aan dhahayo, idaa asbaxtu markaan waabariisto, iyo wa idaa amsaytu markaan galabaysto. Faqaala markaasaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, yaa abaa bakrin, qul waxaad dhahdaa allaahumma faadira asamaawaati waalardi caalima alghaybi waashahaada rabba kulli shayin wa maliika acuudu bika min shari nafsii wa min shari shaydaan wa sharakihi, saas dheh buu waa qaybihii hore wa an akhtarifa calaa nafsiina, waa kaa magangala nafsadeeda dusheeda inaan u soo jiidoon u kasbo su'aan xumaan, haa xumaan inaan nafsadeeda ku kasbo, ow ajurahu ama su'a inaan jiido ilaa muslimin aan u jiido, taana waa kaa magangalaya. Marka ziyaadadaana ku jirto xadiidka ayaa waana xasan sida xaafilka u tilmaamay. Baabun haada kani baabun baab waaye, maa yaquulu waxa uu dhahaya ayuu u baab yahay shaqsiga idaa aawaa ilaa firaashihi, waa laga soo hadlay marka markuu waabariisto iyo markuu galabaysto, dee mar hadduu galabaysto habeen bay naqanee firaashkiisu u dunuma, firaashkiisa markuu u dunumaayo uu seexanayo muxuu dhahaya. Qaala almuallifu, muallifka wuxuu yidhi xadaanaa qabiisatu, qabiisatu bnu cuqba ayaa noo warramay saduuqun, wa abuu nucaaminna waa noo warramay, abuu nucaam alfadlu bnu dukeenwa thiqatun thabtun qaalaa qabiisa iyo abuu nucaam waxay yidhaahdeen xadaanaa sufyaanu ayaa noo warramay, sufyaanu thawri weeyaane, can cabdilmalik ibni cumeyr xaggii uu nooga warramay, cabdilmalik thiqatun fasiixun caalimun, can ribciyi ibni xiraash xaggii uu nooga warramay thiqatun, can xudayfa radia allahu tacaala canhu qaala xudayfa wuxuu yidhi kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalama, nabiga wuxuu ahaa idaa araada, nabiga haddii uu doono an yanaama inuu seexdo markuu doono, qaala inuu dhahaya ayuu ahaa nabiga bismika magacaaga, allaahumma yaa allaahu allahayow amuutu aan ku seexana, magacaaga xuskiisaan ku seexanayaa, wa axyaa aan ku soo kacaya haddana, saasuu dhahay bismika allaahumma amuutu wa axya, waa markuu seexana. Dhimashadan hadda noomkaa laga wadaa, wa ida staiqada markuu soo tooso min manaamihi hurdadiisa uu ka soo toosane, qaala wuxuu dhahayay nabiga calayhi salaatu wasalaam, alxamdu lilaahi aladii axyaanaa bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nushuur, saasuu dhahay alxamdu lilaah, ilaah baa mahad iska leh, alladii allaha soo axyaanaa, na nooleeyey bimacnaa hurdada naga soo kiciyey wa bacdamaa amaatanaa, ilaahay markuu na hurdiisiiyey kadib na soo kiciyey, oo noomkiiyaa marka dhimashadii lagu shabahayaa ana qofka hurdaayo noomkaas waxaa la yidhaahdaa akhulmowd waayo, kolka allihii na hurdisiiyey kadibna na soo kiciyeyoo hurdada naga soo kiciyey baa mahad iska leh. Wa ilayhi ilallaahi, ilaahay intii ka ahaa annushuuru, bacsigana uu ahaaday, sida uu maantay adduunka annagoo joogno uu noo hurdiisiiyey, uu hurdada nooga soo kiciyey annagoo markaas xaalkayni sidaan u yahay, sidaasoo kale dhimashada bacdigeedana uu dib noo soo kicin doonaa, uu qabriga naga soo saari doonaa. Xadiidku markaa waa saxiix oo Bukhaariga unbaa soo saaray. Marka qofka markuu seexanayana inuu sidaa yidhaahdo bismika allaahumma amuutu wa axya, markuu hurdada ka soo kacana alxamdu lilaahi aladii axyaanaa bacdamaa amaatanaa wa ilayhi nushuur. Qaala almuallifu, muallifka wuxuu yidhi xadaanaa sulaymaanu bnu xarbin baa noo warramay thiqatun, qaala sulaymaan wuxuu yidhi xadaanaa xamaadun baa noo warramay ibnu zayd thiqatun thabtun can thaabitin ayuu nooga warramay, thaabit ibni aslam albunaani weeyaane thiqatun caabidun can anasin xaggii uu nooga warramay anas ibni malik radia allahu tacaala canhu qaala anas wuxuu yidhi kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalama, nabiga wuxuu ahaa idaa aawaa nabiga ilaa firaashii hadduu u dunumo, qaala inuu dhahaya ayuu ahaa nabiga alxamdu lilaah, ilaaha mahad iska leh, alladii allaha soo abcamanaa annaga na dacaamsiiyey, wasaqaanaa oo haddana na waraabiyey. Labadan marka muxuu u sheegayaa
لأن الحياة لا تتم بدونهما نلوشا طعام إيو شراب لأنتو ذا مدى ما يسترميش واكو أليه مركع عنا نسيي عبيتان نسيي با مهد إسكالي وكفانا أو نكافيي أو باهية هاي نكافيي وآوانا هدنا نهويي نضميو هوي نسيي مالا كوهو ينون سيحانو كم من بضنا لا كافئ له وحكافنا يا أن له ولا مؤوية وحصوت ما ينا أن له اسك الله يا عمو حديث البخاري مسلم باصو صاري وحديث صحيح. قال المؤلف مؤلف كوحيري حدثنا أبو نعيم بانور رمي ويحيى ابن موسى نوانور رمي ثقة قال لبضو ذبو وحيري أذن أبو نعيم إيو يحيى حدثنا شبابة بن سوار بانور رمي ثقة حافظ قال وحيري شبابة حدثني المغيرة بن مسلم بائي ورمي صدوق عن أبي الزبير حقي ينئيق ورمي صدوق يدلس عن جابر قال جابر وحيري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوأها لا ينام مذن هردين أيوأها حتى يقرأ إلى أوك أغريو ألف لاميم تنزيل السجدة إي وتبارك الذي بيده الملك وعن تانا مركوي صغار ارتلبضا سورة إن أبنك لا أغريصه وأنا صحيح حديثك أصيغا طيب قال أبو الزبير أبو الزبير باوحويري واكو أبو الزبير وحورهي فهما لبدان سورتان كان سورة السجدة إيو تبارك وياني تفضلان ويكفض لبدنانا يعني كل سورة سورة في القرآن أهات بسبعين حسنة تضواتا حسنة أي كفضل بدنانا يا فضل كان مرك أبو الزبير وشاقايا وفضل أو نسبة أي مد مطلق أهمها أو معناها وحسوا سورة البقرة إني تهي بعد الفاتحة أفضل صور القرآن إني تهي فاتحة أبو فضل بدن مرك الله في ريو بقرنا ويكحكتا لبدان سورة مركة حتى كوا سيكفذ لبدنيهن هذا معنوه ماءها ومفضول كاوحى سورة مركة قار إنو ياشو مزيو وأصيغة أقارة ها أما وحى سورة إنو ياشو مفضول كا وح خصوصية وزمن كقارة أما حالات كقارة إيك صبح اسم إيه قل يا أيها الكافرون إيه إخلاص وكله وترك إن لقوا أقرياء فضل بدن بالي صورة ذها كله كفضل بدنيهن وترك مركي للدكانة هل أتى على الإنسان إيه سورة السجدة في فجر يوم الجمعة إن أيها لا أقرياء فضل بدن بالي غير كذا كفضل بدنيه مرك مفضولك وحال غي أبا إن ويشو مزيو قارة وقت معينة كل كهذا حلق الله سيحانا يلا بدن سورة ذات با فضل بدن ان لا اقريوا حتى قرانك انت سكله وي كفضل بدين حلقا ان لا اقريوا سوره دال يرادو السجده اي سوره الملك وا marka todobaatan hasano wa ko marka quraanka suuradihiisa inay kala leeyihiin waxyaalo u gaar ah oo khawaas inay kala leeyihiin ba marka halka ka muuqanays walaw marka jamaaco oo culimada kamida in quraanka la kala fadilo أي ديدين أو أي رهدين مفضولك ناقصوا نقنا وحالك أحد لا ينا أسماء ذي إلهي إيو صفات كيسا إيو كلام كيسا وايو نقصان كمجرو ساسي إيغا كدو دين لكن وحالك جواب معنى التفاضل وحوية قاركي ثوابك كسو حسلا يا كوين قارك كلي ثوابك كسو حسلا يا حق الثوابك لك أحد لا تفضيلك ومن حيث المعاني ومن حيث الصفة معها طيب كل سورة في القرآن بسبعين حسنة ومن قرأهما قفكي أقري لوضع سورة كتب له من كبهما بقراءتهما سبعون حسنة يا لوغ قرايا ورفع بهما بقراءتهما له من كسبعون درجة نوالوك ريالايا وحب بها بقراءتهما عن حقي وحالوغه بنايا سبعون خضيئة تضبات قفف نوالوغه بنايا عجيب واي مركة لوضع سورة عند النوم إن لا أقريه قال المؤلف مؤلف وحيري حدثنا محمد بن محجوب بانور رمي ثقة قال محمد وحيري حدثنا عبد الواحد بن زياد بانور رمي ثقة قال عبد الواحد وحيري حدثنا عاصم الأحول بانور رمي ثقة
عن شميد حقي ونوغا ورمي أو سميد صدوق عن أبي الأحوص ونوغا ورمي عوف بن مالك ثقة قال وحي لي أبو الأحوص قال عبد الله بن مسعود باوحي لي النوم هردو نومك عند الذكر أهاد حسك إلهي أكتي أهاد من الشيطان بوك أهاد ومرك أضوب أذكار أغرني أد أغرني ستهردى إيمانيس هردى أسمرك وشيطان حقي كإيمانيس إن شئتم هدي أدقى أدونيسا فجربوا جربا بل إذا أخذ أحدكم أحدكين ملجعه مكان جيفك سهدوغات أو أراد أودون أن ينام إنو هردو فليذكر الله عز وجل إلهي إسكا حصو وهردى دي كإيمان ديدو أذكار هب الله وهردى إذا إسكا إيماني سيساسوك صحيح ويان حديث كالسيقى قال المؤلف مؤلف وحيري حدثنا أبو نعيم بانوبر رمي قال أبو نعيم وحيري حدثنا سفيان الثوري بانوبر رمي عن ليث بن أبي سليم ضعيف وينكا عن أبي الزبير حقي ونوغور رمي عن جابر قال جابر وحيري كان النبي صلى الله عليه وسلم وحوها لا ينام مذن هردين حتى يقرأ تبارك إي وآلف لاميم تنزيل إلى أكاقري السجدة قال المؤلف وحيري حدثنا محمد بن سلام بانور رمي قال محمد بن سلام وحيري أخبرنا عبدة بن سليمان أي نور رمي ثقة ثبت عن عبيد الله أي نور رمي ثقة ثبت عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري ثقة تغير قبل موته بأربع سنين عن أبيه عن أبي هريرة قال أبو هريرة وحيري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيري إذا آوى أحدكم أحدكين هديء دنمه إلى فراشه أود النمو فليحل هفر داخلة إزاري هزقندي سجده واكو فلينفو المركة هجفو بها إزار تفراشه وكجفو إزار كي سقيب تهوس انتو قعانتا كسو قليو ها إسجفو فراش ها بريغانا مركا مكدبا لسقرنا ولايو افتينكا ايو نرالكا مجيرينو فإنه شانيا لا يدري مقارنا يو ما خلف وحي دب مري في فراشي اوغا دب مري فراشي سوحي اوغا دب مري وقشن اما وصق اما سدا سوكالي كما ورقبو فتها اسكتشفو قعنتي ستوس نهو سنكو جفينو وحا اوغا دب مري قعنتي ستوس ايسان اوغارين مرو اسكحجين ايا مرضو قعنت هوس كسو قلنا يا مركز سوكو جفا يا معنا وليضجع هالصحضو على شقه يا أصحضو لنعيس شقه الأيماني مدقية وليقول هنا يرادو باسمك وضعت جنبي إله مغا عاقا لنعيقا أن كد جيي فإن احتبست نفسي هداد حبستو وآذان سود دينين وتقبلوتو فارحمها نفسد الله ونحريس وإن أرسلت هديئة سود دي سيدني فاحفظها حفظ نفسدا بما كحفظ تحفظ به ما جاء الصالحين أتكو حفظنيس أو قال أمر رسولك وحيري عبادك أتكو حفظنيس عبادة الصالحين حديث البخاري ومسلم باصو صارم قال المؤلف مؤلف وحيري حدثنا عبد الله بن سعيد بانور رمي أبو سعيد الأشق قال وحيري حدثنا عبد الله بن حازم بانور رمي أبو بكر النخعي مقبول قال وحيري عبد الله أخبرنا العلاء بن المسيب بانور رمي ثقة عن أبيه من ثقات التابعين عن البراء بن عازب قال براء بن عازب وحويري كان النبي صلى الله عليه وسلم وحوأها إذا آوى إلى فراشه هدئ أد النمو هدئ أد النمو نام على شقه الأيمن أي أسي حناي دنكي سمدقية أي أسي حناي ثم قال النبي وحودهي اللهم يا الله الله يو وجهت وجهي وجهي أيان جهي إليك أدقان كوجهي وأسلمت نفسي نفسدي ذن وان ديوي إليك أذيغان كو ديوي وألجأت ظهري ببركي ذن وان عسجيي إليك أذيغان كو عسجيي رهبة عبس درادي إيا ورغبة ضلب درادي إليك أذيغان أنكو ضلباي نحريس هذا نوا ضلبايا عرض هذا نوا كعبسنا ياو لا منجا مكان بدباد مجرو إيا ولا ملجأ مكان مجنقل منك حقا غانا لغم مغين قالوا لغين بدبادوا إلا إليك أليك ما حنعوا آمنت وحن رمي بكتابك أيان رمي كتابك الذي كتابك أو أنزلت أتسود جسي ونبيك نبيك أغانا وحا ونبيك بكتابك أيان رمي ونبيك نوان رمي الذي نبيك سو أرسلت أتسود رتيو
qaala wuxuu yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam faman qaalahunna qofkii yidhaahdo kalimaadkan fii leylatin habeen dhexdii yidhaahdo uma maata kadibna dhinto manka oo habeenkaas sidaa ku dhinto maata mankaasi wuu dhintay calaa lfidrati diin buu ku dhintay. Xadiidka Bukhaari iyo Muslim labadaba way soo saareen. Qaala almuallifu muallifka wuxuu yidhi xadathanaa Muusa bnu Ismaaciil baa noo warramay. Qaala Muusa wuxuu yidhi xadathanaa wuhaybun وهيب بن خالد بن نور رمي ثقة ثبت قال وهيب وحيري حدثنا سهيل بن أبي صالح بن نور رمي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة وحيري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها يقول كي دهاي إذا آوى إلى فراشه هدئ أد النماي وحوده جري اللهم يا الله الله يو رب السماوات والأرض أرلض إيا السماوات كربي قوديو ورب كل شيء شيء كل جيس رب جيسيو فالق الحب يا فالق الحب حبض الله دنبلو مركي سو دلنا يسو والنبا لفت مرتا الله دنبلو ها أو مركي سو دلنا يسو بالغة الله يا منزل التوراة ويا منزل التوراة والإنجيل والقرآن قرآن كي إنجيل إيو توراة الله سو دجيو أعوذ بك أديكم كم جنجالايا من شر كل ذي شر شر مد صاحبا كل ذي سشرتي حقي أن كان بجن قلايا ذي شركو أنت أدقب الله آخذ آتها مدهاية بناسيته فود سنهاية بمعنى أدقاه قامنا يو أنت أدقى الله الأول اللي هريي باتهاي فليس قبلك شيء أدقى هرت هذا الشيء ما أهانه مخلوقات كانوا جرين بعد أدوه جرتي أول بالابتداء باتهاي مد هريييو بلولا أن هريييو وأنت أذيك الله والآخر آياتها الله الدنبية فليس بعدك أذيك بعدك شيء ما أهانه مخلوقات كانوا إذ المركي بابان أذيك واتجري صفاتك معودة جري ساو قديم بات أهان جرتي ويلي قاقت جري جرتي ويلي قاقنا واتجري ساو وأنت أذيك الله الظاهر آياتها الله مغضو بمعنى بالدلائل القدعية نكون مغضوة دلائش قدعية ذا الدلة ذا كونجا مركي لفيري أذى واد مغنى ها محايا لمخلوقات كانوا نمبوا صنعوا صنع أول بنا صانع يتسنى صانع نوا أذى كل كأذى واد مغتايو دلائش قدعية ذا أيات كم مغتا فليس فوقك أذى كرك هذا شيء ما أهان سدد أذى أم مغتو سدد سوك لوح أم مغضو أذى كاسر يوم مجران وأنت أذى الباطن آياتها الله كرسون باعتبار الذات وذات ذا مركي لا اعتباريانا واتقرصون تهي ها او انوه كما قبانا ايان فليس دونك اذيك سكوض هذا الشيء ما اهانه وحا اذيك كاردو كاسو كينا مجرى هدانا اسلام مركاس او اي ذات ذا قرصون تهي الدنيا ذا ايسان مخلوقات كايسان كوكو اركينه ها بل ساقر ذا الهي والو اركا يا سبحانه وتعالى اقلي الله قد عني أنك حقي أدين الدين كإقد وغنيني الله إقد ديق من الفقر فقر حقينا الله إقد ديق دعاء عجيبة. طيب باب فضل الدعاء عند النوم هذا كان باب فضل الدعاء الدعاء فضل هذا باب كذي دعوه عند النوم يردد أكتر هذا هذا مركا وحلا أقرنا أيوة لقصوا هدلي هدنا فضل قاضي بوربا هدنا سيجارة إنه محني راضي أسيع ديو. قال المؤلف مؤلف وحيري حدثنا مسدد أيا نور رمي قال مسدد وحيري حدثنا عبد الواحد بن زياد بن نور رمي ثقة قال عبد الواحد بن زياد وحيري حدثنا وحى نور رمي العلاء بن المصيب بن نور رمي ثقة ربما وهم قال علاء وحيري حدثني أبي بائي ورمي عن البراء بن عازب أيون إيغا ورمي قال براء بن عازب وحيري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسولك سوحو أها إذا آوى إلى فراشه هدئ أد النماي نام على شقه من أصيحنا يشقه الأيمن أمد جيو ثم قال النبي وحونهي اللهم يا الله الله يو أسلمت نفسي نفس الديدان هجامي يو سلمي إليك أذيك أنكو سلمي ووجهت وجهي نوانجهي إليك أذيك أنكو جهي وفولت أمري أرنك يغن وان بندقي إليك أذيك أنكو بندقي وألجأت ظهري دبر كيغن وان عزجي إليك أذيك أنكو عزجي رغبة طلب أو أذيك نحريس تادا أن طلبا يدرادي إيو ورهبة عبس أو إليك أذيك أنك عبسنا يو
caradaada iyo ciqaabkaaga aan ka cabsanaayo. Waakow baa maxaan idhaahday intaasba aan u sameeyey oo nafsadeeda kuugu salimay oo wejigeyga aan kuugu jiheeyey oo arinkeyga aan kuugu bandhigay oo dhabarkeygana adiga aan kuu tiiriyey, waa ragbatan iyo warahbatan ilaykow, laa manja makaanu badbaad iyo walaa maljaa makaanu migeengal, minka xaggaaga laga migeengalo lagamana badbaado ma ahaanin ilaa ilayka adiga maahane. Adiga le lagu soo cararayaa, adiga le xaggaaga haddana laga rajaynayaa badbaado. aamantu waan rumeeyey bikitaabika, ayaan rumeeyey alladii kitaabkii oo anzalta aad dejisay, wa nabiyika nabigaagana waan rumeeyey alladii nabigii oo arsalta adiga aad soo dirtay. Wa qaala rasuulullaahi sallallaahu calayhi wasallam, fadligii alla ishaaraya mad, wuxuu yidhi man qaalahunna kalimaatkan qofkii yidhaahdo, uma maata kadibna dhinto, taxta leylatihi leyladiisa hoosteeda ku dhinto, maata cala alfidrati, waaye diin buu ku dhintay qofka asiga ah. صحيح ويان بغاري ومسلم لبضبه ويصوصاره سيدان هربو صوت المعني. قال المؤلف وحيري حدثنا محمد بن المثنى بانوور رمي ثقة ثبت. قال محمد وحيري حدثنا ابن أبي عدي بانوور رمي ثقة إمام عن حجاج بن وغور رمي الصواف ثقة حافظ عن أبي الزبير عن جابر. قال جابر وحيري إذا دخل الرجل بيته هدوغلو أو آوى إلى فراشه وأد النمو ابتدره وحا أسو دقدقايان رجل كويانه ملك إيو وشيطان ملك إيو شيطان با أسو دقدقايان وكو ترتمى يا مرك ملك إيو شيطان كرجل كان قرقي سسوق علي أما فراشك سأسو دون ميبي كو ترتمى يا. فقال الملك ملك وحونها يا اختم بخير خير كو ختم أو أذكار أقرسو صيحة كدبنه. وقال الشيطان وحونها يا اختم بشر كو قتم كلك. فإن حمد رجلك الله إلهي هدو مهديو هدو إلهي مهديو سبحانه وتعالى أو وذكر رجلك هو ألا أوحصه أو أذكرتي لفري أو أغريو ها أبرد ملقي وحو إرنا هو الشيطان كيو إرنا ملك يوحو ماشا كرع دينا مركز شيطان كيو ماشا كرع دينا وبات ملكنا وبرنا يكلأه حاله إلى لنا أيو رجل كي رجل كيو إلى لنا يا شيطان بوك إلى لنا وحفظنا يا ورديو نغنا يا يحفظه هو. فإذا استيقظ هدو صوك عهدنا رجل كي ابتدره رجل كي وحاوسو دقدقا يا ملك إيو وشيطان هدنا. فقالا مركزا وحيدها يا ملك إيو شيطانك مثله مثل قول الأول من خير كب الله ليه من شر كب الله. فإن ذكر رجلك الله هدوح صؤ وقال أويل هذا رجلك الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها إله مهد إسكله الذي الله سو رد سوع لي إلي أنا نفسي سوع لي بعد موتها نفسد لمشاذ ذي بعدك اللي قفك لنتيا ميد لمدا ولم يمتها نفسد أندل في منامها هردد إذا نحذينا أن كدل ونائم كميدو لم يديهاي منام كنحذي أن نفسد كدل الله سا مهد إسكالي. الحمد لله إله با مهد إسكالي الذي الله سو يمسك السماوات والأرض سماوات كإيو أرلذي بهاية أن تزولا إني الزولان حقينا كهاية إني الزولان من أماكنهما أي كالزولان كعلنا. ولئن زالتا هدي أي زولان إن أمسكهما ما أمسكهما مق من كرايو سماوات أرلذا من أحد 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 من بعده ألا بعد بس هدي زول الله يانا عدك لو علن كري لهد ما جرتو. إنه إلهي كان إلهي حليما أيوء هذه ألد القاضنا علنا أي سماوات كي أرلذا أيضا أرلذا مخلوقات كجوغانا وحيالهم معاصي أي سمين آيا أيو إلهي إسكد القاضان آيا غفورا أيو أهدي إلهي هدنا الله تافد بدانو أدو مذي ساس خلادات كسمين آيا ذنب قوضان أطاف آيا. الحمد لله إله مهد إسكالي الذي الله سو ويمسك السماء سمدنا هيا أن تقع إني نعذنا كهايا على الأرض أي كون نعذا إلا بإذنه إذن كسمها نسكلا أنكسو دعي كرينيو إله لرؤوف رحيم لقاقار
sidaan haddii uu yidhaahdo markuu soo kaco, fa in maata, hadduu dhinto ninkaas maalintaas maata, waa dhimanaya shahiidan xaal, asigoo shahiid buu dhimanaya. Wa in qaama, hadduu istaago, oo fa sallaa, uu dugtanay salaadii weeyaane, sallaa waa dukanayaa, fii fadaa'ila, maca fadaa'ila, fadaa'il macooduu dukanayaa, fadaa'il badan buu helayaa. Waa saxiix xadiidka asiga. Baabun haadaa, kani baabun baab waay, yadacu, shaqsiga waa dejinayaa, yadahu, gacantiisa, taxta khaddihi, dhafoorkiisa ama dhabankiisa hoostii buu dejinayaa, oo markuu seexanayo dhanka midigu u seexanayaa sidaan soo ogaanay, haddana gacantii buu maxan idhaahdaayo hoos gelinayaa. Qaala almuallifu, muallifka wuxuu yidhi, xadaanaa qabiisatu bnu cuqba, ayaa noo waramay saduuqun, qaala qabiisa wuxuu yidhi, xadaanaa waxaa noo waramay sufyaanu, sufyaanu thawri wa, can abi isxaaq assabiici, ayuu nooga waramay, can ilbaraa, qaala bara wuxuu yidhi, kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalama, nabiga wuxuu ahaa, idaa araada, nabiga hadduu doono, an yanaama, inuu hurdo, wadaca yadahu, ayuu dejinaya, taxta khaddihi, khadko alaymani, ee mid geeya, wayaquulu, wuxuuna dhahaya, allaahuma qinii cadaabaka, allow cadaabkaaga iga dhoor, yowma, maalinna iga dhoor, tabcafu cibaadaka, addoommadaada aada soo saaraysid wa. qaala almuallifu, muallifka wuxuu yidhi, xadaanaa maalik bnu ismaaciil, baa noo waramay, thiqatun xaafidun, qaala maalik wuxuu yidhi, xadaanaa israa'iilu, israa'iilu bnu yuunus, baa noo waramay, thiqatun, can abi isxaaq assabiici, ayuu nooga waramay, can ilbaraa, can annabiyi sala allahu calayhi wasalama, rabaa israa'iilu soo qadra, israa'iil baa wuxuu wariyey, mithlahu mithla xadiidi sufyaan, oo xadiidkii hore sufyaanu thawri baa ka qaaday sanadkii hore abi isxaaq, haddana halkan israa'iil ibnu yuusuf baa ka qaadaya abi isxaaq waay, kolka israa'iil ibnu yuunus baa wuxuu mutaabaceenayaa abi isxaaq assabiici buu mutaabaceenayaa. baabun haadaa, kani baabun baab waay. qaala almuallifu, muallifka wuxuu yidhi, xadaanaa abuu nuceym, baa noo waramay alfadl bnu dukayn, qaala abuu nuceym wuxuu yidhi, xadaanaa sufyaanu, sufyaanu thawri, baa noo waramay, can cadaa, cadaa xaggiiyuu nooga waramay, saduuqun, can abiihi, thiqatun, can cabdillaahi bni camrin, can innabiyi sala allahu calayhi wasalama, qaala nabiga wuxuu yidhi, khullataani, laba khasladood, laa yuxsiihaa, koobi maayo rajulu, nin koobi maayo, rajulkoo muslimun, muslim ah, macnaha laa yuwaadibu calayhimaa, daa'imi maayo, ilaa haddii rajul uu daa'imo oo muslim ah, dakhala rajulkaasi aljannata, jannadiiyuu galay, yacni maca saabiqiin, maca saabiqiin buu jannada galaya. haddaan sidaa la dhihin, jannada mu'min walbaa gali doono, laakiin ninkaanu maca saabiqiin buu janno galayaa, laba sifo haddii qofka uu daa'imo. wa humaa, labada sifane, khaslataanka, yasiirun waaye, wax iska fudud waaye, ma adko. waman yacmal bihimaa, qofkii labadaa khullo ku camal falane, waman yacmalu bihimaa, qofka ku camal falaayana, qaliilun, waa yar yahay, dadka ku camal falaayaanna way yar yihiin. qiila, waxaa la yidhi, wamaa humaa, khullataanka maxay yihiin yaa rasuul allah, labada khaslo maxay yihiin? qaala markaasaa wuxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam, yukabbiru axadukum axadtiin, wuu takbiirsanayaa, fii duburi kulli salaatin, salaad walbo gadaasheed casharan tawamar, tawamar buu dhahayaa, allaahu akbar, allaahu akbar, allaahu akbar, wayaxmadu, waa mahdinayaa casharan tawamar, alxamdu lilah, alxamdu lilah, alxamdu lilahna tawamar buu ku celcelinaya, wayusabbixu, waa tasbiixsanayaa casharan tawamar, tawamarna subxaana allah, subxaana allah, subxaana allah buu ku celcelinaya. fadalika, kaas khamsuuna iyo wa mi'atun waaye, cala lisaani carabka dushiiyay ku yihiin, boqol iyo konton waaye say ku naqanayaan, lee salaadihii baa shan ah, ma arkaysaa? kolka salaad walbane waxa weeyaan allaahu akbar oo tawanaa iyo alxamdu lilaahi oo tawanaa iyo subxaanallaahi oo tawan buu akhriyey, kolka shan baa soddon lagu dhufanayaa, waxay naqanayaan marka boqol iyo konton bay naqanayaan, lisaanka intuu ka akhrinaya intaas waay. wa alfun iyo wa khamsu mi'atin waaye fil miisaani, miisaanka dhexdiina waxay ku naqanayaan kun iyo shan boqol bay ku naqanayaan,
معايلي مد والبا هدنا وحال غصي دفنا يا طبعا من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها كل كبقل يكنتون كاس بالغصي دفنا يا محن إذا ذا طبعا الغصي دفنا يا مرك كن إيا شنب قلبي ميزان ككون غنايا فرأيت النبي أيان أركي صلى الله عليه وسلم يعدهن أسيغ أو ترنا بيده قعنتي سكو ترنا تردي بوت ترنا يا وإذا آوى إلى فراشه هدو أد النمانة ما أركيسا تصديق قيبتي هروا لو حالوا يم أغتاي لو خلو أما لو قصلو قصلا دي هرواكا صلاة والببعدي إنسيدا لا أغريو قصلا دا دنبه وإذا آوى إلى فراشه هدو أد النمانة سبحه إلهي ونزهايا وحمده إلهي ومهدنايا وكبره إلهي بوينينايا هدن فتلك مئة على اللسان و لسان كان مركب بقول يكون غنيسا وألف واي في الميزان بقول كلا طبعا نقول فنايا ميزان كان كم بيكون غنيسا واكو واكو حدي مركب ماشان هذا طبعا طبعا لقى عبريتي بعد الصلاة صدن إيو سيدة حدو غارسيانة سيدة حديث دكالائي تلماما ينوي كسي بداني سامر بشارة وين با مركة هلكا كسوغن بشارة وين با هلكا كسوغن فأيكم متكيني أو يعملوا فأيكم كينيبا يعملوا عمل فلايو في اليوم والليلة 2500 سيئة يا سمين أيو لبكن إيو شنبقل أو حمان يا سمين أيو qeebti hore waxa uga timid 1500 ayaa miisaankii u gashay oo xasana firaashka markuu dumayay intuu aqrinayayna kun baa firaa miisaanka u gashay marka waxay isku naqanayaan 250 bay isku naqanayaan oo xasana wuxuu helay waan bal ii sheega midka maalinta iyo habeenka 2500 sayo oo u dhiganta 2500 oo xasana ya sameen karaayo قيل وحالي يا رسول الله كيف لا يحصيهما سيديو صنع أكوبي كرين المرك ووح سهلا واي وحوين بانا لغو هلايا معناها كما دعي سقوفك لابكن إيو شنبق لو سيئاء إن لو قرر دعي ميسو ميزانك لغو قرر أو حمانا هل كمرك لو قرر أي لابكن إيو شنبق لو حسنا لو قرر أي مرك الربح حوين با هل كم قضم عنا أساس وقوت المامايا markaas waxa la yiri dadku dhanba waa daaimi karaan waxa kan oo la aqrinayo adkaartan way sahlan tahay qala markaas wuxuu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam yaati ahadakum ash-shaytanu ayaa iimaana yu fi salaati yu ugu iimaana fayudhakkiruhu marka wa xasuusinaya ahadka haajata kada wa kada salaada intu ku jiro way salaadi yu marka dhararaya fala yankuru ahadka hu alla xusimaayo salaada haduu ka baxan hor uu ka cararaya ها مركا قفك وحا وحا شيطان با كشقينا انو دائم واي مويانو وحو ان لا دائم وي سهلن تهيو باب هذا كان باب باب واي اذا قام هدو استاغ شخص من فراشي هدو كا استاغ اي بابي ثم رجع كد من اوصالا فلينفضه هج فوق فراش وحي اوغا دنبي ما غران اي اسيغا قال المؤلف مؤلف روحي حدثنا ابراهيم بن المنذر بانو ورمي صدوق قال إبراهيم محويري حدثنا أنس أيا نور رمي ثقة عن عيال بنوغا ورمي ثقة عن عبيد الله ثقة قال محويري عبيد الله حدثني سعيد المقبوري أيا إيوار رمي ثقة تغير قبل موته بأربع سنين ويا عن أبيه ثقة ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أبو هريرة محويري قال النبي صلى الله عليه وسلم محويري إذا أوى أحدكم إلى فراشه هدوؤد النمو فليأخذ أحدها قبط داخلة إزاريه وزقنده سجده فلينفض بها هكوشف فراشه هكوشف وليصم الله إلى هين همك عاب فإنه أحدك لا يعلم مقرنا يوم ما وحي أو خلف قدال مري ماغه هو أحدك هو فراشك أو قدال مري بعده أحدك بعده ما مقرنا يوم خلفه خلف قدال مري ماغه أحدك بعده أحدك بعده على فراشي أو قدال مري ما قرانا
فإذا أراد أحد كهدو دون أن يضجع إنه سهلانه فليضجع على شقها أو سهلانه لنا عيسى شقه الأيمن أمد جيو وليقول هنا يراد سبحانك ربي ها سبحانك نزهنا أنت لأن كنا نزها يا ربي يا ربي ربي جيو بك أذيان وضعت جنبي أن كود جيي وبك أذيان أن أرفعه جنبي أن كود كريلا يا إن أمسكت نفسي هداد هيسته فاغفر لها النفس ده وإذن بناف أو دي أفسطه وإن أرسلت هداد نفس ده سود سنة فاحفظها النفس ده حفظي بمعنى كل حفظ تحفظ به ما عبادك أد كل حفظي نيسد عبادته الصالحين يسوسوا بغاري مسلم لبدا بحديثك ويسوس صارمه هرنا وأصومرنا باب هذا كان باب باب واي ما يقول ها باب ما شيء باب كي سوى يقول شخص أو نهايو إذا استيقظ مركو صوكع بالليل في الليل هبينك نحن هبينك قديه هدو صوكع قال المؤلف وحيري حدثنا معاذ بن فضالة أيا نور رمي فضالة ثقة قال معاذ وحيري حدثنا هشام بن عبد الله الدستبائي أيا نور رمي ثقة عن يحيى أيون النوغور رمي هو يحيى ابن أبي كثير واي ثقة ثبت يرسل عن أبي سلمة ثقة مكثر قال وحيري حدثني ربيعة بن كعب والصحابي رضي الله تعالى عنه قال وحيري ربيعة كنت وحن أها أبيت إن أمبرناي عند باب النبي صلى الله عليه وسلم نبي الباب كي سأكتي أمبرناي فأعوديه نبي وحن سيناي أكيناي وضوءه نبي بيها أكوي سقادنا خادم با نبي أها ربيعة خادمين تنبي كمد أها وأنكو نبي كلها عليه الصلاة والسلام يودي واحد تدعابه كذبنا نبي ويدستي مرافقتك في الجنة أيان كويدنا ياير وحن سؤاشا أهن ميا دي ويدنا إسامايا هو ذاك وكيلها كذبنا السجود بضنت هذا يقول كالمي بو نبي يري عليه الصلاة والسلام قال وحي للربيع كنت وحن أها أبيت إن أمبرنا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعديه نبي وحن أكينا وضوءه بيه سويسك قال الربيع وحويري فأسمعه نبيغا المغلاي الهوية وقت نيروة هويقو من الليل في الليل هبينك نحدي أهذا وقت نيروة هبينك كمذا وحن مغلاي نبيغا يقول حالا سيقونها سمع الله إلهي وأقبلي لمن أيو أقبلي حميدا مهديي من كهو ألا مهدي وأسمعه نبيغا المغلاي الهوية وقت نير أو من الليل هبينك كم إذا يقول حال سقو نهاي الحمد لله إله مهد إسكاله الله سو رب العالمين مالك العالمين مخلوق مالك ذي أهو واكو باب من نام وبيده غمر هذا كان باب من باب كي سوى من كون نام هردي وبيده قعنتي سقبد إذا نحال وهذا غمر دفن قعنتي سو دفن له يعني قف إسكاله سقو إسكاله قن فرحالا أو تيش أما صدى سوكلا أن قادن إنه إسكتر ترين قعنتي صدفا لقفك إنه صيعده خلاف الأدب ويارنت أيضا تاسو تلماما يا مركة قال المؤلف مؤلف جوحيري حدثنا أحمد بن إشباب أي إشكاب أي نور رمي ثقة حافظ قال أحمد جوحيري حدثنا محمد بن فضيل صدوق عارف عن ليث بن أبي سليم وأن ضعيفة عن محمد بن عمرو بن عضاء من ثقات التابعين عن ابن عباس عن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحو يري من نام قفكي هردو وبيده قعنتي سنة حال وهذا غمر دفن او أهاد قبل أن يغسله انتو صندقين اسكهردو غمرك انتو صندقين اسكهردو منك فأسابه منك شيء او أصيبه دولي أما وحسدا صوكلي أي قعنتو كقنينان فلا يلومن منك يصندقال إلا نفسه نفسدي سماهانه حيلا سيغا محن إراده آدابة الشريعة القلافية قال المؤلف مؤلف وحيري حدثنا موسى موسى بن إسماعيل بن نوور رمي قال موسى وحيري حدثنا حماد بن سلمة أيا نوور رمي عن سهيل بن نوور رمي عن أبيه عن أبي هريرة عن رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيري من بات قفكي بريه وبيده قعنتي سنحال غمر دفن أو أهالي أو فأسابه منك شيء أو أصيبه واكو فلا يلومن منك يصندقال إلا نفسه ونفسدي سماهنا واكو باب إدفاء المصباح هذا كان باب إدفاء المصباح فينوستا دمينتي دباب كيدي واحد أو مركب السيحانا
faynusta in liska dameeyo sidaas weeyaan aadaabta maxaa yeelay waxaa laga yaabaa jiirta ama dowlada inay imaato gadiso oo shidaalkii iyo dabkii ay isqabsadaan oo markaa guriga uu dab ka kaco korontadana sidaasoo kale in liska dameeyo markii la seexanaad قال المؤلف مؤلف روحي حدثنا اسماعيل بن ابي اويس بانور ما قال اسماعيل روحي حدثنا مالك بانور عن ابي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول روحي اغلقوا حرا الابواب الباب اسكحرا شياطين تو الباب لحري مفرانه الباب اسكحرا مركا سيحانيسا واوكئوا حرا السقاء خربضيضنا حرا ويلش أي بيها إذن كوكو جيران أففكو ذانا حرو وأكفئو جنبية الإناء ويلك ويلكن الجنبية وخمرو الدبولة الإناء ويلكن الدبولة وأدفئو الدمية المصباح فينوست الدمية انت ومرك واكنا علضة فإن الشيطان الشيطان لا يفتح الشيطان مفرو غلقا قفل مفرو الباب حرم مفرو ولا يحل مفر وكاء ويل او افك كحرا ولا يكشف اناء ويل دبولن مفيدو وان الفوي فانوسن محلو دمنايا وان الفوي سقطا فوي سقلا ودولد ويان فارد دولد تلرمو وحي هورينه على الناس ددك دوشودا بيتهم غريغوداي كو هورينه او فينوستي جدينه شدالكي اي دبكي يا اسقبسرايا ساس دراده فينوسن اسك دميهوا وانا ارن دعدايو مغالده مدينه كدعدايو غريبا حدا كور خيلغي نبي عليه الصلاه والسلام سدا سو كلا انتي دعداي اي فويسقدا اي سدا سو كلا اي يشاي با غريغي او غبتي وا طيب ومن باب الارشاد الى المصلحه ويانه اوامرتان او دان مركا وها لوو خنبارايا اني سنته هي ارمهان او دان ان لا ميل ماريو مركا وا آداب وها نو دان او كميدا شريعه آداب تيريو قال المؤلف مؤلف كوحيري حدثنا عبد الله بن محمد بن نور رمي ثقة قال عبد الله وحيري حدثنا عمرو بن طلحة أي نور رمي صدوق قال عمرو وحيري حدثنا أصباد صدوق عن سماك بن حرب صدوق عن عكرمة عن ابن عباس قال وحيري ابن عباس جاءت فأرة أياتم الدولي فأخذت فأرتي وحي بليق شيء تجر إني سوجي ليسو الفتيلة محاني رهلاي دبالدة أما دونتا دونتا أو فينوستا كل حجرتو أما قوتادا وحي الله يقارب الفتيلة دونتي إني سو جيدي سأي قديك الشيء فذهبت الجارية قبر عياتك تي تسجرها حال أي عناناني سوف أردا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحيري دعيها كتكبير وحي سميني سور وإن لا أركو فأردا oo soo jiidayso dubaalada oo markaas faynuus tacmal loo isticmaali jiray duntana ay ku dhex jirto shidaalkii baa ku dhex jira midalan ba duntina way ku dhex jirtaa duntii korkeeda marka taraqi lagu qabanayo waa la shidaya kolka bacdamay soo jiiday faaradi jaariyadii baa waxay damacday inay ka celiso nabiga iska daabuyo fajaad markaas say la timid faarada biha fatiiladii bay la timid faalqatha فتيلتي بي ردي على الخمرة السجايد بي كو ردي إيه؟ انت سوجي دي بي سجايد كو سو ردي التي خمرة دي كان رسول كوها قاعدا عليها خمرة كي كو فدي فاحترق منها خمرة حقي دي وحا كبتي مثل موضع درهم من درهم موضع سكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات كي بوتسين يا مركة وحا اي سميني سفأنا ذا وحو يري إذا نمتم هدي أدهر ديسان فأدفئوا سرجكم فانسياشين الدمية ها سانو كلا نعي كري سوى معنى فإن الشياطين شياطين تو فإن الشيطان يدل شيطان وحو تصنع مثل هذه فأرد أنو كلا بها أنت نفتر كوضا الشيطان باكوش قيسانا فأرد أنو كلا أي تصنع أرنك مركزا فتحرقوا أي قويساكم إذنك إذن قويساو قال المؤلف وحديث صحيح قال المؤلف مؤلف وحيري حدثنا احمد بن يونس ايا نور رمي ثقه قال وحيري احمد بن يونس حدثنا ابو بكر بن عياش ايا نور رمي ثقه عابد عن زيد بن ابي زياد
زيد بن أبي زياد ضعيف شيعي واحد وأنا ضعيف شيعي عن عبد الرحمن بن أبي نعم وأنعم عبد الرحمن بن أبي نعم بصحايا صدوق عن أبي سعيد قال أبو سعيد حويري استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال صوكعي ذات ليلة نفس ليلة ليلة نفس ذات صوكعي هبين فإذا وقت قاس فأرة دولي قد أخذت فأرة الفتيلة دبالة بي صوكعي فصعدت بها فتيلة بي لكرتي إلى سقف السنقاف لماذا؟ لتحرق عليهم البيت قولي قسي أي دشرة وقبت فلعنها فأردي وحا لعن ذي النبي صلى الله عليه وسلم أيال لعن ذي وعلو وأحل النبي وحونا بني قتلها فأرد دلك ذا أيو بني للمحرم محرم كأيونا أبني إسكبدا وقفك حلال كأه كان محرم كأه حاجك أما معتمر كاللوب بني ماشو كؤر كأنه الدلوة وحيالها مؤذيات كأه أيدت كأبه دلكو ذووبا لي نبي عليه الصلاة والسلام هذا وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.